الحقيقة أن هذا العلم واسع، وإنما أطربنا في هذه المقدمة لأن مجالات هذا العلم قد تخفي، وربما لو قيل لك ما هي مجالات علم الحديث أو كذا ربما يعرف بعض طلاب العلم ذلك، وأحيانا يحتاجون إلى التذكير. أما هذا العلم فمجالاته متعددة في الحقيقة، وكثير من رسائله إنما تركز على مجال واحد أو على جانب واحد، بل على جزئية في المجال لساعة هذا العلم، ربما كان هذا هو السبب. فالحقيقة أنه يمكن أن تحصر مجالات هذا العلم في ستة مجالات. أول مجال القلب، وثاني مجال النفس، ثالث مجال تذوق لذة العبادة، رابع مجال التحقق بمسائل العقيدة، خامس مجال الآداب الشرعية، وسادس مجال أو الأخير الاتباع التام لسيد الأنام عليه الصلاة والسلام.